السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في مطبخ سويدة. اليوم ان شاء الله مع بعض راح نحضر واحد لاكلاص لي ساهل وفي متناول الجميع. المهم انا كنحتاج واحد الشونتي ديال الفانيلا اللي تكون خاص ديال لاكلاص، وهنايا كنحتاج مع دانون صغير ديال درهم توا ديال الفانيلا، وهنا كنحتاج الكلاص ديال البودرة المستحضر الكريمات المثلجات بنكهة الفراولة. ثانيا ناخذ ليها دانون ديال درهم ديال الفريز، وبالنسبه لهنا عندي السيترو ديال الحليب بيكون بارد في الثلاجه. نبداو على بركه الله. صافي غناخذ واحد الاناء هكا اللي كيكون عرق، غنشد هنا غندير غنبدا بالفانيلا. غنجي هنا غندير الحليب اللي خصو يكون بارد من قبل، وغنديرو كاس ديال الحليب. صافي دابا غنطربو مزيان حتى يطلع لي لاشونتيي. كيف ما شفتو هذا باقي ما طلعش، يعني كيفاش كتطلعو غنزيد عليه داك الياغورت اللي قلت لكم غنزيدو عليه. ممكن انكم تضيفو بلاصه الياغورت حليب محلى، ولكن حليب محلى داك كيكون فيه السكر كيكون فيه كلشي، يعني دونك ما تحتاجوش. صافي من بعد كما شفتوا معايا هكا، ها هو هذا ولا لينا على هذا القوام هذا اللي كيكون عاقد. غنشدوا اي مول كما بغيتوا، غنبداو نحطوا بشويه بشويه ونوزعوا. تخدموا خدموا بهاد لاسباتولا هذه اللي كتكون بحال هكا باش كتنقي كلشي، عاد بدا توزعوا. هانتوما صافي، وتبداو ديروا بحال هكا وتقادو. هانتوما بعد الناس كديروها على هذا الشكل هذا كتقادو. المهم كتحاولوا انكم تمسحوا هاد الشنيبات هذوك بشي كتان ولا شي حاجه باش ما داك باش الا درنا طبقه اخرى ما تطغاش عليه. وبالنسبه للطبقه الثانيه، يعني كنغسلوا البول ديالنا اللي كنخدموا فيه، كنديروا نفس الطريقه ونفس الشيء. يعني غنطرب هذا مع كاس ديال الحليب كيف ما شفتوا. دابا غنطرب مزيان، بعد البنات ما طلعت لا شونتي، غنزيد ديال الفريز. عفوا كيف ما شفتوا. صافي من بعد غيولي لي يسمح لي على القوام هذا كما كتشوفوا. صافي دابا غنجبد هذاك من المجمد غير واحد شويه، حاجه جوج دقائق حنا ما نطربوا هذا الشيء هذا، ونعاودوا نرجع لكم. كيف ما شفتوا انا جبت الطبقه اللي درنا، غنجي لهنا نحاولوا اننا نوزعوها بحال الشكل اللي درنا في الاول. ونقادوها ونرجع لكم. صافي من بعد البنات بحال هكا كما كتقادوها، تحاولوا انكم كما قلت لكم تحاولوا انكم تمسحوا هاد الشنيبات هادو، وهنايا باش غير الديكور يخرج لكم مزيان. دونك دابا غندخلها الكونجيلاتور تقريبا، اش نقول لكم شحال دابا في الساعه ماما تكون ناسي باش نوريكم. الا كنتو غديروها من الصباح تقريبا، انا هذه 12 ونص تقريبا، يعني من تليل. دونك ولا درتوها بالليل احسن، غد في الصباح انكم تقدروا تستخدموها. كل ما جمدت اكثر كل ما مزيان، وتبارك الله عليكم. من بعد اخواتي ها هو الكلاص ديالنا وجد، كنتمنى انه ينال اعجابكم وبصحه وراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم والاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات، وبصحه وراحه. كيجي زوين بزاف. هما كيما شفتو معايا انا قطعتو كيجي زوين. هانتوما